السيد أحمد جبار، وهذا تصريح من رئيس حركة الوفاء العراقية عدنان أزرفي. نتابع. هنالك فصائل مسلحة متنافرة ليس يجمعها أي محور وليس يجمعها أي قيادة موحدة، بالتالي ربما تتنافس هذه القوى المسلحة فيما بينها نتيجة ظروف أو أحداث على الوصول إلى السلطة، بالتالي يشكل الفراغ الأمني الذي تشغله الولايات المتحدة الأمريكية في العراق قلق كبير لدى القوى السياسية، خاصة القوى السياسية الناشئة. السيد الزرفي يقول الانسحاب الأمريكي يترك فراغ أمني، ما تشوف سيد أحمد مثل هذا التصريح قد يعتبر مغامرة ممكن يخسركم المستقبل السياسي مبكرا؟ طبعا أختي العزيزة، احنا نتعامل بواقعية وليس بنظرية أو خيال علمي. الحكومات المتعاقبة على هذا البلد المظلوم الفاسدة والفاشلة، طبعا كلمة الفساد والفشل هم اعترفوا بها على مستوى رؤساء مجلس وزراء، هم اعترفوا وقالوا نحن فشلنا بإدارة شؤون الدولة ونراهم يكررون أنفسهم من جديد. فهذا الفساد وهذا الفشل جعل من المنظومة الأمنية والقوات الأمنية اليوم في العراق جعلها هشة وضعيفة لوجود فصائل مسلحة. نعم هناك فصائل منضوية تحت لواء الحشد الشعبي وقد دافعت عن الأرض والعرض ونحن نكن لهم كل الاحترام والتقدير وندين بالتضحيات العظيمة والكبيرة التي قاموا بها، ولكن هذا الفراغ الأمريكي باعتقادي وباعتقاد رئيس الحركة في الوقت الراهن لا يعتبر مجازفة أو مخاطرة بمشروعنا السياسي وبرنامجنا الانتخابي، لأننا أختي العزيزة نتعامل بواقعية. اليوم للأسف الشديد الفصائل المسلحة أقوى من الحكومة.